مفاجأة في قصة خناقة إمام عاشور. مراته كانت لوحدها في السينما من الساعة 3 الفجر ل6 الصبح. مرات إمام محدش لمسها ولا كلمها، واللي حصل غير اللي اتقال خالص. إمام ما كانش معاها دجلها ومعاه 15 واحد تانيين، وكاميرات المراقبة كشفت المفاجأة. تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات الأولية في واقعة خناقة إمام عاشور لاعب الأهلي في مول شهير بالشيخ زايد. إمام عاشور كان صاحب واقعة مشادة مع رجال الأمن في واحد من المولات الشهيرة بزايد. إمام ظهر في الفيديو أثناء دخوله للمول والمشادة مع رجال الأمن، بداعي إنهم ما عملوش حاجة لما زوجته اتعكست. لكن المفاجأة كانت في تفريغ الكاميرات اللي موجودة في المول، واللي أظهرت إن زوجة إمام كانت متواجدة فعلا داخل سينما في حفلة الساعة 3 الفجر، لكن كانت لوحدها ما معهاش إمام. الكاميرا كمان ما جابتش أي اعتداء سواء جسدي أو لفظي حسب زوايا الكاميرات تجاه زوجة إمام عاشور. القصة كانت انتشرت من يومين على السوشيال ميديا بسبب فيديوهات تم نشرها لإمام. الفيديو بيوضح عملية كر وفر للاعب الأهلي ومعاه مجموعة من الأشخاص داخل مول شهير بزايد. أحد شهود العيان كتب على صفحته الشخصية تفاصيل القصة حسب روايته، قال: احنا كنا موجودين عادي جدا في مول بالشيخ زايد، مول شهير وكل نجوم ولاعيبة مصر بتروح هناك. إمام كان باين معاه عيلته ومراته واخوها وناس تانيين انا معرفهمش. كلنا اتفاجئنا بصوت عالي وإمام واقف بيجري في المول ووراه كذا حد، والكلام ده متصور في الفيديوهات. في اعتداء حصل على فرد الأمن داخل المول وتعرض للإغماء، وإمام حاول يفوقه. فرد الأمن اسمه سعيد وانا اعرفه، كان واقف بيعمل شغله، بس إمام اتسبب في إصابته، لكن مش قصد عشان الناس ما تظلموش. إمام لو كان قاصد الخناقة ما كانش راح لفرد الأمن وحاول يسعفه ويطمن عليه. أنا ما شفتش أكتر من كده بصراحة، ومعرفش زوجة إمام عاشور السبب ولا إيه، لكن اللي شفته إن كان في حاجة مش مفهومة، وأكيد فرد الأمن وإمام هما اللي يعرفوا. على جانب تاني، ما زال إمام عاشور بيثير الجدل بعد انتشار صورة لإمام مع جمهور النادي الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري، وكانت من إشارة صعبة من إمام للجمهور والاشتباك اللي حصل بينه وبين أحد من الجماهير الحمراء بعد ما انتقدوه على تواجده في النادي الأهلي وقالوا له امشي مش عاوزينك. وقال كمان متداولي الصورة إن إمام بعد استبداله من الماتش طلع واشتبك مع الجمهور، ولما واحد منهم انتقده على التواجد في الأهلي وإنه مش حابب تواجد إمام على خلفية الأزمات اللي دخل فيها إمام مع الأهلي وقت ما كان موجود في الزمالك، راح إمام رفع حذائه في وش المشجع في إشارة صعبة منه للمشجع. لكن إيه حقيقة الصور دي، وهل فعلا إمام عاشور دخل في صدام مع الجمهور بعد الماتش؟ إمام عمل ماتش كبير جدا قدام الاتحاد، وكان سبب في الحفاظ على حظوظ النادي الأهلي في الفوز في الماتش. مش بس كده، لكن إمام قبل مباراة الاتحاد قدم مباراة عمره قدام فاركو وكان سبب في فوز الأهلي، ده غير كمان إنه سجل هدفين وبقى النجم اللي كل الجماهير الأهلاوية بتحبه وشايفة إنه مستقبل الفريق.